انا بوجه كلامي للشيعة المنصفين، عايز اي شيعي منصف يتفكر معايا بالعقل وبالمنطق، لان ديننا لا يخالف لا عقل ولا منطق. الله عز وجل قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأمثلة أنا بضربها عشان أقرب المعلومة للناس، عشان أفتح المدارج شوية بتاعت الناس. أتذكر وأنا في الجيش كنت بناقش واحد نصراني، فبعدين بيقول لي إيه؟ بيقول لي أنت عندكم باستهزاء كده شوية، بيقول لي أنتوا عندكم الدبانة لما تقع في كاسة المية أو الشاي بتشلوها وتشربوها. قلت له أولا ليس عندنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نشربها، يعني ممكن ترميها عادي ما فيش مشكلة، عندنا القرفان يرميها ما فيش مشكلة، ولكن عندنا إن جناحين، جناح عليه داء وجناح عليه دواء، فلو انت غمستها وشلت وشربت ما فيهاش اي حاجة، عايز ترمي الكوباية خالص برضو ما فيهاش اي حاجة. فانا هسألك سؤال، قال لي اتفضل. قلت له طب الدبانة ديت لو وقعت في صهريج لبن، يعني حاجة كبيرة كده صهريج لبن، هتعمل ايه؟ هتاخد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له لان انت عشان انت موقف نفسك في كوباية الشاي أو الكوب الصغير فوقفت معاك هنا، لكن قبل ما كبرت لك المسألة من الطبيعي جدا إن أنت هتشيل الدبانة وترميها وعاد اللبن بعد كده ما يبقاش في أي مشكلة. فأنا عايز مدارج الشيعة تتفتح شوية، ما مش كل اللي هيتقال لك هو صحيح، تمام؟ ولو أنت بتعتقد إن هو صحيح فإزاي يكون صحيح وفي نفس الوقت بيخالف العقل ويخالف المنطق ويخالف الأحداث أصلا؟ على فكرة أنا النهاردة كنت أتكلم في السقيفة بس قلت أجلها شوية عشان بلم عليها شوية حاجات كويسة، يعني شوية أدلة كويسة. فإن شاء الله بإذن الله تعالى هنتكلم في السقيفة بكرة، إن شاء الله هنتكلم في موضوع السقيفة. النهاردة هنتكلم في مسألة ضرب عمر لعلي، مش ضرب علي لعمر، ازاي عمر ضرب علي. طبعا انا لما بتكلم عن علي بتكلم عن علي الشيعة وليس علي السنة، عشان الناس ما تاخدش كلامي غلط. لما بتكلم عن فاطمة بتكلم عن فاطمة الشيعة وليس فاطمة اهل السنة والجماعة، لان الشخصيات عند الشيعة غير الشخصيات اللي عندنا هنا، يعني 180 درجة بل 360 درجة، تمام؟ بس عشان بس الكلام بتاعي يبقى واضح، أنا عايزك بس تتخيل كده وأنت ماشي مع زوجتك في أي مكان ويطلع عليك مجموعة ويسحبوا زوجتك ويضربوها، وأنت لما تيجي تحاول تدافع عنها فتطلع لك مجموعة تانية تقول لك يا أخي ما تدافعش عنها، أنت بتدافع عنها ليه؟ تخيل معايا الموقف ده، ماشي مع زوجتك في أي منطقة وطلع عليها مجموعة، المجموعة دي فضلت تضرب فيها، فلما جيت انت تدافع فمجموعة تانية قالت لك لا لو سمحت ما تدافعش عن زوجتك، اصبر واحتسب. انت بقى هتقول للمجموعة دي ايه؟ هل هتسمع كلام المجموعة دي؟ هل هتسمع كلام المجموعة دي ولا مش هتسمع كلام المجموعة ديت؟ انت عندك ثوابت. ايه الثوابت؟ من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد. طب المجموعة اللي جت قالت لك اصبر واحتسب، اصبر واحتسب، المجموعة دي مين؟ المجموعة اللي قالت لك ما تدافعش عن زوجتك، المجموعة دي مين؟ يبقى لابد المجموعة دي نعرف أصلها إيه، يبقى لابد إن إحنا نعرف المجموعة دي أصلها إيه، تمام؟ لأنها تخالف أصل. إيه هو الأصل؟ من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد. هنا في أصل ألا هو من مات دون عرضه فهو شهيد، خلاص. وفي المجموعة اللي طلعت لك على ماذا اعتمدت، يعني على ماذا اعتمدت
ان انت لا المفروض تصبر على ضرب زوجتك. طيب جميل، طب انت ما دفعتش عن زوجتك والمجموعة دي ضربت زوجتك، فمن المفترض ان انت اما تصبر خالص واما لا تصبر، يا اما تسمع كلام المجموعة اللي قالت لك اصبر او لا تصبر، لكن ما ينفعش تقف في النص، واما ان تصبر واما ان لا تصبر، وتاخد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون عرضه فهو شهيد. طيب نقطة تانية، انا خلاص مش هصبر، هدافع. الدفاع بيكون قبل الضرب ولا بعد الضرب؟ يعني انا خلاص اخدت قرار في نفسي، ان انا دافع عن زوجتي، الدفاع ده بيكون قبل الضرب ولا بعد الضرب؟ اكيد كلنا هنقول الدفاع بيكون قبل الضرب وليس بعد الضرب. يعني بمجرد هم الانسان او هم المجموعة ان هم يضربوا زوجتك، فانت بتنتبه فبتروح تدافع عن زوجتك. خلاص. طيب، طب لو الانسان ده اصلا اللي هو المفروض زوجته تتضرب بيعلم الغيب، تمام؟ لا، ده انا المفروض كمان قبل ما يجوا يهموا بضرب زوجتي اكون انا مستنيهم على الباب، مش مستنيهم على بابي انا، لا ده انا كمان مستنيهم على بابهم هم، مش بابي انا. طيب جميل، طب انت انسان ما قدرتش تدافع عن زوجتك، ما قدرتش تدافع عن بنتك، يبقى انت الضارب ولا المضروب؟ انا دي النقطة دي اللي انا عايز اعرفها، انت الضارب ولا المضروب؟ هتبقى المضروب، ما انت ما دافعتش، لا دافعت عن مراتك ولا دافعت عن بنتك، يبقى انت هنا المضروب مش الضارب. اظن ده كلام كله كلام لحد دلوقتي منطقي وعقلي، بل وكمان ضارب فاطمة عند الشيعة اغتصب كمان بنت علي بن ابي طالب. طيب ماشي، هنا بقى في نقطة، لما تكون حضرتك انت بنتك مضروبة مغتصبة ومراتك مضروبة، ايش شعورك انت بقى؟ يعني ايش شعورك لو بنتك مغتصبة ومراتك مضروبة، ونزيد عليهم كمان ان النبي صلى الله عليه وسلم عندك قتل، يعني عندك النبي صلى الله عليه وسلم قتل، عندك مراتك مضروبة وماتت من الضرب، وكمان بنتك اغتصبت، هتبقى حالتك النفسية عاملة ايه؟ اظن هتعيش في كمد، هتعيش في صراع نفسي. ايه هو الصراع نفسي؟ امام المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم استطع الاخذ بثأر، لم استطع الاتيان بدمه، زوجتي قتلت ولم استطع الاتيان بدمها، بنت اغتصبت ولم استطع الاتيان بشرفها، صح ولا مش صح؟ عارفين يا اخواننا ردة الفعل ايه؟ ردة الفعل ان انا اروح اتجوز بعدها سبعة، منهم زوجة ابي بكر الصديق عندما توفي، تخيلوا، منهم يعني اتجوز سبعة منهم زوجة ابي بكر الصديق بعدما توفي. طب وايه كمان؟ ابني اللي هو الحسن على اقل تقدير يروح يتجوز 50 امرأة، على اقل تقدير 50 امرأة. يا جماعة، ده احنا عندنا في الصعيد لما واحد يموت ما بيرضوا ياخدوا عزاؤه الا لما بيجيبوا بطار، ما بياخدوش، ما بينصبوش عزا الا لما يأتوا بالطار بتاعه، ويفضلوا لابسين اسود لحد ما ياخدوا بطاره، فانت عايزك تتخيل يا شيعي ان انت تبقى ابوك، مش هقول لك نبيك، ابوك
ناس مموتينه قتلينه وقتلوا مراتك واغتصبوا بنتك وفي النهاية تسيب كل ده وتروح حضرتك في الأعراس تعمل لي شوية أعراس، يا ريتك بتحضر فرح. لا ده فرحك أنت، فرحك مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة. والحسن بقى ابن علي رضي الله عنه وأرضاه عد إزاي بقى؟ أنا نفسي أعرف إزاي، نفسي أعرف أنا إزاي بأي منطق وبأي عقلية وبأي تبرير أنا أبرر لعلي بن أبي طالب عند الشيعة هذا الأمر. مفيش. هنسمع بقى تبريرات الشيعة، هتحس إن أنت بتتكلم في كوكب تاني، يا إما أنت كنت بتتكلم من كوكب زحل يا إما هيودوك زحل. نشوف التبريرات ده، بس أنا نفسي التبريرات ديت على الأقل تخش العقل. يعني أنا عارف إن في الآخر أنت هتجيبها من كيسك، لكن على الأقل تبريرات تخش العقل. ومش أنت لوحدك في الدنيا، في ناس كتير بتسمعك، فوانت بتتكلم كده ركز إن في ناس بتفهم بتسمعك.